ناخد استاذ سمير. مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ لمى؟ الحمد لله بخير. لو سمحتي، انا كنت عايز اتواصل مع الدكتور، بس كنت عايز اسال. عندي ابن عنده 9 سنين وبيعمل حمام على نفسه وهو نايم. بقاله قد ايه يا استاذ سمير؟ ده دايم على طول، يعني من هو صغير كده ولا دي فتره؟ صغير. من هو صغير لحد دلوقتي. بالليل وبالنهار ولا يعني ولا ده بالليل بس؟ لا، اثناء النوم فقط. بس لا، اثناء النوم فقط. يعني ممكن هو ماشي بالنهار وعايز يعمل حمام بيمسك نفسه يعني. تمام. طب ده يوميا؟ يوميا. يوميا. واجازه الصيف الاجازه برضو بيحصل كده، وفي وقت شغل استاذ سمير ولا في المدرسه وفي الاجازه؟ على طول. لا، في الصيف والشتاء. في الصيف طيب وشتاء. لو رحت مصيف او بات عند جدته او بات في حته تانية برضو يعمل؟ اكيد ما بيرضوش يخلوه يبات. لو بات في اي مكان تاني يا استاذ سمير ده بيحصل برضو؟ بيحصل. تمام. بيحصل دايما على طول. خدتوا ادويه او اي حاجه؟ لا لا، ما خدش ادويه وما خدش اي حاجه. تمام. طيب حاضر، تابعني يا استاذ سمير. برضو يا لميا، مرارا وتكرارا يعني، طبعا احلى حاجه في سنين كبير برضه. كبير، بس احلى حاجه في الموضوع، بصي، انت سالت سؤال حلو هو جاوب عليه، انه طالما ما فيش في النهار، هو رد الاستاذ سمير قال بيمسك نفسه، يبقى العضلات كويسه. تمام. يبقى الاعصاب كويسه. ده معناه ايه؟ اشمعنى بالليل؟ بالليل بيحصل ارتخاء. وبالذات بيزداد الارتخاء زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه، لانه سبحان الله ربنا عامل جهازين زي ما تقولي نبطشيات. المدير الاداري بالليل جهاز اسمه الجهاز الباراسمبثاوي، والصبحيه السمبثاوي اللي احنا عايشين كده، ده السمبثاوي، ده اللي بغضب بيه، ده اللي بتحرك بيه بارادتي. الباراسمبثاوي بيشتغل لا اراديا لما بنام، وبيعمل عكس السمبثاوي، يعني الفتحات بترتخي طول ما انا ماشي. فتحات البول او التبرز او غيره بتبقى مقفوله بسيطره الوعي والجهاز السمبثاوي. بالليل بيحصل ارتخاء بس بدرجات. هل في ناس بيبقى نومها تقيل قوي قوي؟ أيوة، لدرجه ان بالزبط. الاشارات ما بتوصلش. بالظبط. مش ما بتوصلش بقى، هي ممكن اشارات السمبثاوي ما بتوصلش. الباراسمبثاوي هيمنته اللي هو بيرخي الدنيا ده بتبقى قويه جدا، لدرجه يرخي في ناس بزياده كل ما زاد عمق النوم. ودي بتختلف بقى في الجهاز اللي هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او جهاز النوم. في زملاء على فكره شاطرين قوي في مجال النوم، وبقى علم، بقى اسمه علم النوم. دكتور طارق اسعد، استاذ طب نفسي، من الناس اللي ضيفنا دايما. ايوه، واخد بالك. فالفكره في ايه؟ انه وانا برضو مبسوط ان هو قال لي ما خدناش ادويه، واحنا يعني انا بصراحه مش من انصار الادويه. بعض الادبيات في مجال او تراث في مجال الاطفال كتبت قالت انه ممكن تستخدمه في تريبس، يعني رحت رحله وعايز المظهر العام، فلا بأس ببعض الحاجات اللي هي بتقفل الفتحات دي، بتخلي المظهر العام ويقدر يعيشوا الرحلة. لكن أنا إن أنا أعتمد عليه بيحصل مشكلة بقى، بيبقى ديبندنج عليه. أوكي، هو بيقفل الفتحات، ومش عايز أقول يعني بعض الآثار الجانبية مثل هذه الأدوية الحقيقة مش ظريفة، ممكن تعمل احتباسات في البول وحاجات كده. وبعدين ما بتعلمش الطفل، هي اللعبة كلها في التعلم وفي تدريب. بصي يا لميا، تدريب الجهاز الباراسمبثاوي، أنا ما أعرفش، دايما أشبهها تشبيه أقول إيه، زي المغناطيس. أنت بتمغنطي حتة حديد، فبتيجي بتمشي بالمغناطيس تودي تعملي الدايره اللي اتعلمناها واحنا صغيرين دي، لحد ما يبقى عامل زي قطبين شمالي وجنوبي، وتقدري تستعملي نفس الشيء. تدريب المثانه البوليه، تدريب المثانه البوليه والعضلات زي تمارين الجيم، تقعدي ترفعي عشان تقوى عضلات المثانه، ده من ناحيه دي العضلات. والاعصاب، السيطره على جهاز الباراسمبثاوي، لان هي اعصابك اللي بتنيمك النوم العميق ده. ان انا صحيك كل يوم في وقت معين وكافئك، وممكن اعمل لك ارتباط شرطي مع حاجه، زي ما بعض الناس علقوا الاجراس دي، اجراس او المنبهات. أيوة. اللي بتعمل صوت زي الموبايل كده، اول ما يتبل الاندروير او الملابس الداخليه ويوصل البلل للجهاز اللي عامل زي جهاز الانذار بتاع العربيه، تبدا موسيقى تطلع. يدي. بعض الناس قالوا احنا زي ما قلنا احنا بنسمع صوت الجرس والواد لسه نايم. طب ماشي، ما فيش لان هو نومه عميق، كل العيله بتصحى، بس اعمل انت حاجه بقى، صحيه ساعه ما والجرس شغال، صحيه يعني في وسط الجرس لازم يسمع النغمه دي اول مره عمل. هل ده عشان تدريب ان يقوم في الوقت ده؟ الله يبارك لك. عشان بس 20 مره صحيتني وسمعت الجرس، هيبدا يتولد عندي ارتباط شرطي، زي التجربه الشهيره اللي الناس عارفاها بتاعه الكلب بتاع بافلوف ده، اللي هو كان يجيب الاكل والجرس يرن، يقوم الكلب يريل، جرس واكل يريل، جرس وقال لحد ما شالوا الاكل يرنوا الجرس، الكلب يريل، فاصبح في ارتباط عنده انه اول ما يسمع الصوت. نفس الشيء احنا عايزين في الاطفال، بنعمل دايره بس بنخرق. ما هو ده اللي انا بقول لك في الاول، اللي هو ازاي تعمل شانلز او لينكات.
عدد اللينكات المحتملة لا يعني لا تستطيع أن تعديه. طبعا ده مع الحاجات التانية أنه ما يشربش حاجات كتير قبل ما ينام، ما يشربش ما يكونش مملح ونوري الطرقة عشان ما يبقاش خايف، وغطي بالبطانية في الشتاء وخديه بإيدك ثلاث مرات عشان يخش مش عارف، لأنه لو عدى الساعة الفلانية هيعمل، لازم في ساعة معينة كده بيعمل لو ما بس عدى. أعتقد يا دكتور أنه ده عشان فترة، أنا هو بيقول طول عمره كده انه ده ملوش اي علاقه بحاجه نفسيه، لانها مش حاجه طارئه حصلت. طبعا برضو لميا كلامها مظبوط يا جماعه، هو انت دايما ده اللي سميناه احنا برايمري او سكندري او تبول لا ارادي اولي وثانوي. الاولي طبعا لو دعبسنا مع استاذ سمير، هو اولي دي معناها عمره ما في يوم كان جاف ولا دراي في حياته. تمام. اولي ده من يوم ما خلقه ربنا لحد 9 سنين، يعني ما دوسناش قوي معاه في الكلام. بس السكندري اللي هو كان جف في فترة وبدأ يتحكم وبعد رجع انتكس تاني، وهنا نقول ان في مشكلة طارئة جدت عليه، مشكلة طارئة نفسية غالبا زي ما انت قلتي، بلس انه بدأ الجهاز الباراسمبثاوي هيمن اكتر واكتر. النصيحة بس الاخيرة الغالية التي نقولها للناس مع احترامنا بقى للمية والملح ويسحب الليل والكلام ده كله، اذا اهنت الطفل او اذا عيرته او اذا قارنته او اذا طبعا ده انت كده يعني انت بتدوس فيا وزرعت في فكرة فقد الثقة في النفس التام. اما اذا قارنتني باخت اصغر مني وكثيرا ما يحدث، ده لا، ده سارة الصغيرة ما بتعملش، انت قضي عليك برضه، لان انت مين اللي يتكلم؟ بابا اللي هو بعد ربنا. ومين اللي انت بتقارني بيه؟ سارة اللي اصغر مني. طب ما العقل بيقول ازاي بابايا بيقول لي اللي اصغر منك بتتحاجب، يبقى انت فيك مشكلة. يبقى انت كده افقدتني ثقتي في نفسي. ده انت لو قارنتني بحد اكبر هقول لك ماشي. فالناس تعمل العكس، المفروض تقول له ايه حاجه غريبه جدا، تقول له على فكره انا ماما عايز اقول لك لحد قريب، وساعات لما بضحك كتير كده مثلا ممكن ابص الاقي شويه نزل وكده، تقومي كده تحسسني ان انا بني ادم طبيعي مش جاي من المريخ انا يعني. يعني دايما احس الاباء في الكذب في التبول في اي حاجه يا ابني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بس ده ما يوصلوش على الصلاه والسلام، ده ما يوصلوش يا دكتور انه يحس انه ده امر طبيعي، ولا الاحسن ان احنا نقول انه ان شاء الله تتحسن، هنعمل احنا هنروح احنا هنشوف يعني دايما اقول ايه، لا بصي في حته التهوين، لان خدي بالك انه الوان الطيف درجات. يعني عمليه التحكم قلنا الرينج لحد 5 سنين، وهناك ارقام اعلى من كده على فكره بره. في ناس سايبين بعضهم خالص، بس في الاخر لسه كانت ام الكلام ده هو اللي ظبط نفسه في البامبرز، هو لما قال لها انا عايز اقلع البامبرز عند مثلا 3 سنين ولا حاجه وراح من نفسه. فعمليه التريننج عايزه ثقه في النفس، عايزه نظرات اعجاب، عايزه اقل انجاز اقول له انت بيرفكت، ما دام بتحاول انا مبسوطه منك، هيقوم يتحسن. انما لو هو مبدئيا يمنعه خالص شرب اي كل حاجه، كل الحاجات الاساسيه دي اساسي قبل النوم بشويه. اتيتيودك مهم جدا طبعا، انك مامته نجحت كفايه ان انت ساعتين ما عملتش، ابدا بساعتين ثم ثلاثه ثم اربعه بتدريك. واعملها في دفتر وادي ستيكرز وادي هديه عليها على الاراده مش على انه حتى ما عملش، هتبص تلاقي الموضوع هيتحل. نو واي لازم يتحل ان شاء الله.